السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة الفسيولوجيكال جوندس ظالم ومظلوم. ظالم ومظلوم. ظالم إن كتير من الدكاترة بيتصور إن الجوندس في النيونيت It's always physiological until proved otherwise. ومظلوم إن المتخوفين والقلقانين بيعتبروا إن الفيسيولوجيكال جوندس إن الجوندس في النيونيت It's always pathological until proved otherwise. حقيقة أنا لا مع هذا ولا مع ذاك. كل الأمور تؤخذ بحقها أو بقدرها، وكل أمر على قد أهميته وعلى قد ضرورته. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا قلت إن أول حاجة، أول ما طفل يجي وأمه تقول لك أو سته اللي جايباه، لأن في الغالب بتبقى الأم في البيت مش قادرة تيجي، فبيبقى جاي مع سته او مع عمته او خالته، اي حد من دول. الحقيقه ده اللي انا بعمله في عيادتي. يعني اول حاجه لما بتيجي الام بقول لها عمره قد ايه، بتقول لي 3 ايام او 4 ايام. بسالها جايبه ليه، بتقول لي عشان السفر. الحقيقه انا ما بكملش كلام، ولا بسال على طريقه حمل ولا طريقه ولاده ولا رضع ولا مرضعش ولا اي حاجه خالص. بقول لها اتفضلي حطيه على السرير وفكيه من اللفف اللي انت لفاه وقلعيه البنطلون كده وسيب الكادلس فقط. ده اللي انا بعمله في عيادتي يعني، وسيب الكادلس فقط. وبعدين اروح باصص على ايده وعلى رجليه، لقيت الجوندس ما وصلتش للبالم والسول، خلاص بهدى فعلا يعني، بقعد واستريح واسالها بقى. في الحمل كان الام كان عندها مشكله، كانت عندها سكر، الطفل اتولد كامل النمو فول تيرم وهكذا. وهم طبعا الممرضه عندي بتبقى اوريدي خدت وزن الطفل بره ومحيط دماغه وطوله، فببص فيهم واتاكد ان هم صح ولا لا، وبعدين ابدا أسأل عن الرضاعة وطريقة الولادة، وبعدين أبدأ الفحص. في حالة لو الجوندس ما وصلتش للبالم والسول، لقيت الجوندس واصلة للور لم والبالم والسول، لا لو سمحت ما تكملش يا ست، لو سمحت خدي الكشف بتاعك واتفضلي خدي التحويل ده واطلعي على أقرب مستشفى أو أقرب حضانة، لأن ابنك محتاج يتحجز في الحضانة. ده مبدئيا. طيب لقيت ان الجوندس ما وصلتش للبالم والسول، موجوده لسه عند الامبلايكس، واحنا في ثالث يوم يعني عند الامبلايكس، يعني دخلنا في 12 ملي جرام بير ديسيليتر. طيب ماشي، ما جراش حاجه، واحنا في اليوم الثالث. ببدا بقى اكمل الفحص بتاعي و اشوف وبسأل نفسي بعد ما بفحص الطفل سؤال واحد بس، الطفل ده ال ولا هيلسي؟ يعني طفل وانت بتفحصه عنده جود كراينج، الكراينج واصله للشارع وفيري اكتف وكل الريفلكس زي الفل والساكلينج هايل والموفمنت اكسلنت، خلاص ده هيلسي ورد كده وبتاع، يعني very active newborn، خلاص ده healthy والpossibility بتاعت physiological jaundice هتبقى عالية. لقيته ساكت وعملت تقلبه يمين وتقلبه شمال، ما بينطقش ولا crying والsuckling very poor ولا weak وشكله miserable، خلاص يبقى ده ill child. يبقى ما تفكرش في physiological jaundice لأنها مش هتيجي في ill child، هتيجي في هيلثي تشايلد. ده يعني الابروتش اللي موجود في الكتب واللي انا بطبقه في عيادتي مع العيانين بتوعي.
هندخل بقى في الفسيولوجيكال جوندس. الفسيولوجيكال جوندس سببها الرئيسي هو ان في انكريز ار بي سيز فوليوم عند النيوبورن، وكمان ديكريزد الار بي سيز سبان. السبان الطبيعي 120 يوم، عند النيوبورن بيبقى 90 يوم. فطبعا بيبقى في اكسسيف ار بي سيز ديستراكشن وانكريز البيلروبين برودكشن. كمان الاطفال دولت بيبقى عندهم انكريز الانتيرو هيباتيك سيركيليشن، عندهم هاي بيتا جلوكونيديز انزيم. والبيتا جلوكونيديز انزيم ده بيعمل ايه يا جماعه؟ بيحول الدايركت بيلروبين الى اندايركت، يعني بيفشل عمل الليفر، وبيحول الدايركت بيلروبين الى اندايركت ويرجع تاني للليفر عشان يتحول الى كونجكتد. كمان الجلوكونات ترانسفيرز انزيم بيعتمد على الديجري اوف ماتوريتي اوف ذا ليفر. كل ما كان الطفل فول تيرم كل ما كان الجلوكونات ترانسفيرز انزيم بماونت كافيه للكونجيجيشن، و يعني يقلل الدينجرس او الكومبليكيشن بتاعه الهايبر بيلروبين. الكاركترز بتاعه الفيزيولوجيكال جوندس أبير في اليوم الثاني واليوم الثالث، والبيك في اليوم الرابع والخامس، والمفروض الديس أبير في اليوم السادس والسابع. البيك ليفل بتاع في السيرجيكال جوندس ابدا ما يزيدش عن 12 ملي جرام بير ديسيلتر، ابدا ما يزيدش في الفول تيرم عن 12 ملي جرام. في البري تيرم يزيد او يوصل لغايه ال 15 ملي جرام زي ما قلت، عشان البريماتوريتي بتاعه الجلوكونات ترانسفيرز انزيم نتيجه البريماتوريتي اوف ذا ليفر فانكشن. عشان كده تتاخر ظهورها في البري تيرم، بدل ما تبقى في اليوم الثالث تبقى في اليوم الثالث والرابع، والبيك بتاعتها تبقى في اليوم السادس والسابع، وتختفي لغايه الاسبوع الثاني نهايه الاسبوع الثاني. لازم عشان تقول دي فيسيولوجيكال جوندس انك تلاقي الطفل كومبليتلي نورمال، كومبليتلي نورمال. ولما تعمل، لو حبيت تعمل سيرم بيلروبين تلاقيها ان كونجيجيتد هايبر بيلروبينيميا. يبقى الفيسيولوجيكال جوندس ثلاث كلمات تبدا في اليوم الثاني، تختفي في الأسبوع الأول في الفول تيرم، وتختفي في الأسبوع الثاني في البري تيرم. هي موجودة في هيلثي تشايلد، موجودة في هيلثي تشايلد أكتف، حتى لو كان بري تيرم برضو يبقى هيلثي وأكتف. ولو عملت سامبل روبن يبقى الليفل بتاعتها ما يزيدش أبدا عن 12 في الفول تيرم، وما يزيدش عن 15 في البري تيرم. وهي حاجه مش محتاجه تريتمنت، سبونتينيوسلي ريزولفد كومبليتلي مع الماتوريشن بتاع الجلوكونات ترانسفيرز انزايم. ده الفيسيولوجيكال شانس. ودي يعني ثلاث كلمات. ليه بتحصل؟ انكريز بالرومال لود، ديفكت في الكونجيجيشن، وانكريز الانتيرو هيباتيك سيركيليشن. ده السلايد الكلام الكتير اللي كان مكتوب. وزي ما قلنا انها الفيزيولوجيكال جوندس بتحصل في 60% فول تيرم وفي 80% من البري تيرم. دي الفيزيولوجيكال جوندس. هدخل بقى في الباثولوجيكال جوندس. في حد في الفيزيولوجيكال جوندس عايز فيها اي سؤال، سواء كان تشخيص ولا 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 حتى ايفن علاج؟ ما يعني ما حدش بيدي علاج للفيزيولوجيكال جوندس الا لو طولت شويه او طفل كان بري تيرم، وممكن نزود الفيدنج ونكثف الفيدنج عشان بيساعد في السكريشن. ها الفيسيولوجيكال جوندس حد له اي سؤال فيها؟ وطبعا في الامتحان هي دي اكتر حاجه بتيجي في الامتحان، اللي هي الفيسيولوجيكال جوندس. الباثولوجيكال
عندنا كرايتيريا الباثولوجيكال جونس، هنقول مثلا يعني 15، هنقول 5 كرايتيريا للباثولوجيكال جونس. اول حاجه انها ممكن تحصل في اليوم الاول. نمره 2 انها تستمر بعد اليوم ال 14، او خلي ده واحد، انها تحصل في اليوم الاول ولا تختفي بعد اليوم ال 14، يبقى بريزيست، يبقى بير في الفيرست داي، وممكن تفضل موجوده بعد اليوم ال 14. 2 ان السيرم بلوروبين يبقى اكثر من 12 ملي جرام بالديسيليتر في الفول تيرم في اي يوم، واكثر من 15 في البري تيرم في اي يوم. 3 ان الريت اوف انكريز في التوتال سيرم بلوروبين يكون اكثر من 5 ملي جرام بير دي، اكثر من 5 ملي جرام بالديسيليتر بير دي. سيبك من حكايه اكثر من 2.1 ملي جرام بالديسيليتر بير اور، لان صعب ان حد يقيس بالاور الا لو كان الطفل في الحضانه، انما خلينا من بره، يبقى الريت اوف انكريز اكثر من 5 ملي جرام بالديسيليتر بير 24 اورز. يعني النهارده كان 10 وبقيسه بكره في نفس الميعاد بعد 24 ساعه لقيته 16، يبقى زاد 6 ملي جرام مش 5، هو المفروض ما يزيدش عن 5 ملي جرام بالديسيليتر. ثالث، يبقى احنا قلنا امتى يظهر؟ في اول يوم ولا يختفي في اليوم ال 14، والليفل لو عملت سيرم بلوروبين اكثر من 12 في الفولتيرم، اكثر من 15 في البريتيرم، والريت اوف انكريز اكثر من 5 ملي جرام بالديسيليتر. 4 ان يكون الطفل فيه ساينز اوف انسس، الطفل يكون فيه signs of illnesses، ان يكون early child، يكون في poor feeding، lethargy، apnea، tachypnea، bleeding، hepatosplenomegaly، diseased. يعني اول كلمه الام تقول لي ابني ما بيرضعش، ما بيصحاش من النوم، ده مش طبيعي، ده مش هيبقى طبيعي. اخر نقطه، لو لقيت الدايركت بلوروبين اكتر من 2 ملي جرام بير ديسيليتر، او اكتر من 20% من التوتال سيرم بلوروبين، يبقى دي دايركت هايبر بلوروبينيميا، ويبقى محتاج ان انا اصب انتباهي على الهيباتيك والميتابوليك كوز. دولت الكرايتيريا بتاعه الباثولوجيكال جونس. لو سمحتوا مهم جدا 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 تقارن ما بين الكرايتيريا بتاعه الباثولوجيكال والكرايتيريا بتاعه الفيسيولوجيكال جونس. وانا عشان اريحكم رحت عامل المفاضله ما بين الفيسيولوجيكال جوندس والباثولوجيكال جوندس، عشان ما حدش يلومني اني مقصر معاكم في حاجه. فيسيولوجيكال جوندس التوتال بيلروبين رايزز باي ليس ذان 5 ملي جرام بالديسيليتر بير داي، والماكسيمم انتنسيتي تبقى في اليوم الخامس في الفول تيرم، في اليوم السابع في البري تيرم، والسيرم ليفل ابدا ما يزيدش عن 12 و15 ملي جرام، والكلينيكالي الطفل كومبليتلي هيلثي وديسابير قبل اليوم ال 14. دي الكريتيريا بتاعت الفسيولوجيكال جوندس. الباثولوجيكال جوندس تبدا في اليوم الاول ولا تنتهي في بعد اليوم ال 14، والزياده تبقى معدلها اكثر من 5 ملي جرام بالديسيليتر، والليفل بتاع السيرم بلوروبين يكون اكتر من 15 في البري تيرم واكتر من 12 في الفول تيرم، والطفل يبقى عنده ال مانيفستيشن. ولو عملت السيرم بلوروبين ممكن الدايركت بلوروبين يطلع اكتر من 2 ملي جرام بالديسيليتر، او اكتر من 20% من التوتال سيرم بلوروبين، يبقى دي باثولوجيكال شوتس. ادي الفرق ما بين الفيسيولوجيكال والفرق ما بين الباثولوجيكال شوتس. حد له اي سؤال في الفيسيولوجيكال والباثولوجيكال، وازاي يجي لي طفل مبدئيا اقول دي فيسيولوجيكال ولا باثولوجيكال؟ تمام يا اولاد؟ ممتاز يا دكتور محمد، تسلم. نعم ممتاز، يا تسلم، شكرا. البريست ميلك جوندس، انا قلت لكم ان البريست جوندس، البريست ميلك جوندس في عندي نوعين، في حاجه اسمها بريست فيدنج جوندس
وفي حاجه اسمها بريست ميلك جوندس. البريست فيدنج جوندس دي بتحصل ايرلي في اول يومين ثلاثه اربعه قبل ما اللبن ينزل، بنسميها بريست فيدنج جوندس. ودي ايرلي بريست فيدنج، الام مصره ما تديش للطفل اي حاجه ثانيه وعايزه تديله صدرها بس، فبيحصل سم سورت اوف ديهايدريشن و يزيد الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن نتيجه عدم وجود فلويد ولا فيدنج ولا كالوري، وبالتالي يحصل جوندس. ودي مجرد ان اللبن يعني يجي ويكتر على طول تختفي، ومش محتاجه اي علاج على الاطلاق اكتر من انكارج البريست فيدنج. البريست ميلك جوندس، البريست ميلك جوندس، ودي بتحصل بعد الاسبوع الاولاني، ودي بيبقى سببها انه بيقولوا ان البريست ميلك containing some substance which inhibit الجلوكوناين ترانسفريز انزيم، inhibit الجلوكوناين ترانسفريز انزيم، وبالتالي inhibit الكونجيجيشن وتزود ال indirect bilirubin وتزود ال الجانس. ده اللي نسميها البريست ميلك جانس، بريست ميلك جانس. هل ممكن توصل لعشرين؟ ممكن توصل لعشرين وتختفي في الاسبوع الرابع وترجع للنورمال، بس طبعا وصلت لمرحلة خطر. ادي البريست ميلك جوندس، وهي الكومنست كوز اوف برولونج جوندس ان تيرم انفنت. الليفل بتاع الانكوجين بلورو ممكن يزيد شويه، وعلاجها الوحيد هو ان احنا نعمل ستوب للبريست فيدنج فور 24 اورز الى 48 اورز. الام تعصر صدرها وتشيل وما تديش اللبن بتاعها لابنها ونديله اي حاجه ثانيه. ايه السبب؟ ان بيقولوا ان البيتا جلوكونيدز انزيم اللي كان موجود في الانتستين ممكن يكون موجود في البريست ميلك of some mothers، وممكن يعمل inhibition للجلوكوناين ترانسفيرز انزيم ويعمل lack of conjugation او يحول الدايركت الى indirect hyperbilirubin. عشان كده بيقول انه just if you stop nursing او interrupt nursing for 24 hours البيلروبين level falls quickly ويرجع لطبيعته تمام. ده بالنسبه للبريست ميلك او البريست فيدنج جوندس. الار اتش كومبيتابيلتي او الهيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن او الايزو اميون هيموليتيك انيميا او الاريثروبلاستوسيتاتس، كل دي اسماء للار اتش كومبيتابيلتي. الار اتش كومبيتابيلتي لها كذا اسم، لها اسم هيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن، ولها ايزو اميون هيموليتيك انيميا، ولها ريسرو بلاستوزيس فيتاليس. كل اسم من دول له سبب في التسمية. تعال نشوف الار اتش انكومباتيبيليتي. الار اتش انكومباتيبيليتي احنا قلنا ده الاسم الهيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن، بيحصل لما يكون ام ار اتش اتجوزت من اب ار اتش بوزيتيف، ام ار اتش نيجاتيف اتجوزت من هاسبند ار اتش بوزيتيف وهي ار اتش نيجاتيف، والفيتس طلع ار اتش بوزيتيف. فاثناء الفيرست بريجنانسي ما بيحصلش مشاكل، او في اثناء لو حصل ابورشن ما يحصلش مشكله. ليه بقى ما يحصلش مشكله؟ لانه في اول حمل، هنفترض انه الحمل الاولاني تكمل،
الفيتال ار بي سيز هتحتوي على دي انتيجين، هتحتوي على دي انتيجين لانها ار اتش بوزيتيف، هتحتوي على دي انتيجين، والدي انتيجين during the first pregnancy first exposure to Rh positive anti D antibody الD antigen بتاع الفيتس هيروح للأم ويكون anti D antibody. الانتي D antibody اللي هتتكون من الكلاس الـ IgM اللي هي بتاعت الـ acute الـ emergency الـ acute condition. الـ IgM does not cross the placenta والطفل الأولاني is not affected. تاني يبقى في أثناء الـ first pregnancy الـ Rh positive fetus RBCs لما تروح للأم هتعمل anti D antibody من الـ IgM class. الـ IgM ديت large molecule does not cross الـ placenta وبالتالي مش هتروح وتعمل destruction للأربسيس بتاعت الطفل وتعمل هيمولس. فأثناء بقى الـ second pregnancy اللي هو re-exposure الأنتيبودي اللي هتتكون هتبقى الميموري أنتيبودي اللي هي الـ IgG اللي هي الـ anti-D IgG. الـ anti-D IgG ديت small molecule وكان cross the placenta وتروح تعمل هيمولسس في الفيتس والنيبورن وتعمل لنا ال RH incompatibility. واضح؟ واضح ليه الطفل الاولاني بيبقى escaped والطفل الثاني does not escape؟ لان الطفل الاولاني الانتي دي اللي اتكونت مع الام كانت من الاي جي ام كلاس لارج سايز does not cross the placenta ما تعملش خالص. مع وجود الاي جي ام بتبدا تتكون الاي جي جي بس بيكون الطفل اتولد. في السكند بريجننسي الاي جي ام مش موجوده الا موجود اي جي جي يعني ميموري انتي بودي. كروس البلاسينتا وتروح تعمل ديستراكشن وتعمل لنا السيفير هيمولس. طبعا بتعتمد على كميه الانتي بودي اللي موجوده، لو كتير قوي هتعمل سيفير هيمولس وتعمل هيدروبس فيتاليز، لو مايلد تو مودريت هيمولس تعمل انيميا اند نيونيتال هايبر بيلروبينيم. It will depend on على الاماونت اوف انتي بودي which will cross البلاسينتا وتعمل ديستراكشن للنيوبورن. ده بالنسبة للـ Rh incompatibility. الـ ABO incompatibility ديت بتعتمد على فصيلة الدم الأم وفصيلة الضب دم الطفل والأب طبعا. فلو كانت أم عندها O فصيلة دم O اتجوزت من أب فصيلة دمه حاجة غير الـ O A ولا B ولا AB والولد جه لابوه عنده A أو B أو AB، هنا المدرز معاها بلاد جروب O فعندها أنتيبودي أجينست الـ A والـ B، عندها أنتيبودي أجينست الـ A والـ B. وفي الأكيوت هتبقى الـ IgM والـ IgM does not cross the placenta وهيبقى في small fraction من الـ IgG برضو كان cross the placenta وتعمل mild إلى moderate hemolysis. وهنا في الحالة دي غير الـ Rh الـ AB incompatibility هيبقى الـ first baby can be affected لأن هنا السنسيتايزيشن بيعمل لي ات ذا سيم تايم الاي جي ام والاي جي جي وبالتالي الاي جي جي كروس البلاسينتا ويعمل لي مايلد ومودريت هيمولس. غالبا لما يكون في اريثروبلاستوس في تالي بتبقى ار اتش مش بتبقى اي بي اون كومباتيبلتي. وهنا الطفل الاولاني في الاي بي اون كومباتيبلتي كان بي افكت عكس الار اتش الطفل الاولاني داز نوت افكت او كانت بي افكت. ودي انا كنت جبتها لكم المره اللي فاتت في الهيموليتيك انيميا ووريت لكم بس
هنا بقى واضح اهوت. لو الام كانت اخر جروب اللي هي جروب او، هيبقى عندها انتي اي وانتي بي، وحملت في الطفل بقى عنده اي ولا بي. في الحاله دي هيحصل انتيجين انتي بودي رياكشن، ويحصل سنسيتايزيشن، والام تكون انتي يعني عندها اي جي ام انتي اي او انتي بي اللي هو بتاع فصيله ابنها، وزيس انتي بودي والكروس بلاسينتا اللي هي الاي جي جي، وتعمل مايلد الى مودريت هيمورس. يعني مهم قوي افتكر ان جروب او اللي هو المعطي للناس كلها ده، هو ما عندوش انتيجين لحاجه خالص، انما عنده انتي بودي للاثنين. ما عندوش انتيجين لاي حاجه، انما عنده انتي بودي للاي والبي. ادي الاي بي او انكومباتيبلتي والار اتش انكومباتيبلتي، ودي بس شكل السفيروسايت. يعني دي بس يعني عايز اقول لك تقسيمه بسيطه للباثولوجيكال جوندس. لو انت استقريت ان دي باثولوجيكال، اعمل سيرم بلوروبين. لو لقيته اندايركت، اعمل ريتيكولوسيتيك كاونت وكومبس تيست. لو كومبس تيست لقيته بوزيتيف، يبقى ديت ايزو اميون هيموليتيك انيميا. لو لقيته نيجاتيف، يبقى ممكن يكون اذر تايبس اوف هيموليتيك انيميا. اعمل الريتكس، لو لقيتها عالي هيبقى ديت هيموليتيك انيميا. لو لقيت الكونجوجيتد بلوروبين اكثر من 2 ملي جرام بالديسيليتر، او اكثر من 20% من التوتال سيرم بلوروبين، يبقى ده يا هيباتيك يا اما بوست هيباتيك زي الكلودوكال سيست او الميتابوليك. ده تقسيمه مختصره للاسباب. لو جالك طفل بسهوله تقدر تتعامل معاه. احنا كده خلصنا الباثولوجيكال جوندس والفرق ما بينها وما بين الفسيولوجيكال جوندس، وهاو تو ريتش تو ذا دايجنوزيس، ويعني هنت سريع على الهيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن بيجي كتير في الامتحان، والفرق ما بين الفسيولوجيكال والباثولوجيكال جوندس. قبل ما ادخل في المانجمنت، حد له اي سؤال؟ دكتور لو سمحت، في الـ ABO incompatibility لازم تكون الأم O بس، ما فيش احتمال تاني؟ لا، لازم تكون O بس. ماشي، شكرا. ولازم تكون O negative. لو كانت O positive ما فيش مشكلة. هو نيجاتيف وبوزيتيف مش على الار اتش يا دكتور ولا على ايه؟ على الار اتش. طب هي اصبحت انما في الاي بي او، لا في الاي بي او مش لازم، انما في الار اتش لازم تكون الام ار اتش نيجاتيف. لا في الاي بي او، انا اسف، مش لازم. تمام، حد له اي سؤال؟ ايه مع دكتور محمد يكون الاثنين؟ نعم، ينفع يكون بيبي يجيله جوندس بسبب الاثنين؟ طبعا الاريس والايديو. للاسف شفت كان طفل عندنا في الحسين، احنا شخصناه في الاول ار اتش انكومباتيبلتي، لان كانت الام ار اتش نيجاتيف والولد كان ار اتش بوزيتيف، وادينا له بلا ترانسفيوجن، وعملنا له اكستشينج ترانسفيوجن وعملنا له اكستشينج ترانسفيوجن، وادينا له اي في اي جي، وبعدين الجوندس مش عاوزه تختفي، وعرضناه بعد الاكستشينج للفوت ثيرابي، ويمكن لغايه اليوم ال 14 ولسه الجوندس موجود. فاستغربنا ان الريتكس لسه عاليه، والمفترض مع الاي في اي جي الامور تتحسن، ومع الاكستشينج الامور تبقى افضل يعني. ف قلنا نعيد تاني البلاد جروب. فلقينا الطفل كان جروب A والام كانت O نيجاتيف، كان طالع لابوه يعني، فكان عنده الاو وعنده الاي بي او انكومباتيبلتي من سوء الحظ يعني. اتفضل.
انما مفيش فصيلة تبقى بروتكتيف للتانية حاجة لا لا يعني، مفيش، لا لو لا عنده حاجة مفيش لا حاجة دي. مفيش. شكرا لك. طيب المانجمنت بتاع الانكونتريبت هايبر بروبريم، عشان انا دخلنا على 12 ومش عايز اطول عليكم، هو ملخصه في جنرال مانجمنت وسبيسيفيك مانجمنت. الجنرال مانجمنت بتاع الهايبر بروبريميا هو الفيدنج، نزود الانفنت فيدنج ان فوليوم والكالوري، ونوقف الدراجز اللي انترفير مع البلوروبين ميتابوليزم زي السيفتراكسون، ولو كان في انفكشن او في اسيدوزس او في اي ميتابوليك ايرور نصلحه. ده جنرال مانجمنت. بعد كده في عندي سبيسيفيك مانجمنت، حاجات اساسيه الفوت ثيرابي والاي في اي جي والاكسشينج ترانسفيوجن والدراجز. يبقى المانجمنت في جنرال مانجمنت وسبيسيفيك مانجمنت. الجنرال مانجمنت هيبقى ملخصه الفيدنج وتريت الاندرلاينج ايتيولوجي، سواء كان انفكشن او ميتابوليك ايرور او اي كان السبب. السبيسيفيك مانجمنت اربع خطوات: فوت ثيرابي، هل الطفل ده محتاج فوتوثيرابي ومحتاج هو عنده ايزو ايمون هيموليتيك انيميا محتاج اديله اي في اي جي، ولا الحكايه خطر محتاج ان انا اعمل اكسشينج ترانسفيوجن، وهل اساعد هذا الكلام بادويه ولا لا، وهل في ادويه تنفع للصفره ولا ما فيش. طبعا زي ما اتفقنا السبيسيفيك تريتمنت معتمد على الليفل بتاع السيرم بيلروبين وعلى البيرث ويت والديسيجنال ايج وعلى البوسيبل كومبليكيشن اللي ممكن تحصل، سواء كانت نتيجه الفوت ثيرابي او الاكسشينج ترانسفير. ده جدول بيقول عمر الطفل بالساعات والسبيسيفيك مانجمنت. لو طفل جالي في أول يوم والبلوروبين أكتر من 12 ملي جرام بر ديسيليتر، يبقى immediately هحطه على الفوت ثيرابي. لو في أول يومين والبلوروبين أكتر من 15 ملي جرام بر ديسيليتر، برضه هحطه على الفوت ثيرابي. بس هنا هحط حاجه اسمها انتنسيف فوتوثيرابي او دبل فوتوثيرابي او تريبل فوتوثيرابي. لو لقيت ات بيرث او في الفيرست تو دايز والسيرم بلوروبين اكتر من 20 ملي جرام بير ديسيليتر، يبقى هعمل ايميديت اكسشينج ترانسفيوجن. تاني، اول يوم او اول يومين لو البلوروبين أكتر من 12 إلى 15 هدي هعمل فوت ثيرابي، والفوت ثيرابي ممكن على حسب الليفل، ممكن يبقى سنجل فوت ثيرابي، ممكن يكون دبل فوت ثيرابي، ممكن تريبل فوت ثيرابي. لو لقيت الليفل 20 أو أكتر يبقى إيميديت إكسشينج ترانسفيوجن. طيب لو الطفل جاي لي في اليوم الثالث، لو جاي في اليوم الثالث وبدايات الرابع، لو لقيت الليفل اكتر من 15 لغايه 18 يبقى ايميديت فوت ثيرابي، لقيته 20 ل 25 يبقى ايميديت اكسشينج ترانسفيوجن. الطفل جاي بعد اليوم الثالث، اليوم الرابع او الخامس والسيرم بلوروبين اكتر من 17 الى 20 يبقى immediate foot therapy، وصل لل 25 يبقى هعمل exchange transfer. دولت يعني سريعا امتى استعمل foot therapy وامتى استعمل exchange transfer. وده guidelines للليفلز بتاعت البلوروبين. يعني
عندي من اول الولاده، اول 24 ساعه 48 ساعه لغايه اليوم السابع. ف الدوتد دي لو ريسك، ده ميديوم ريسك، ده اللي هو الخط المتصل، ده ات هاي ريسك. يعني لو الطفل هناخد مثلا يوم ساعة الولادة، لو كان في اليوم الأول، لو في اليوم الأول ولقيت السيرم بلوروبين بتاعه في اليوم الأول، لقيت السيرم بلوروبين لقيته، عايز بس أجيب إشارة لرقم عشان يكون مرئي قدامكم، السهم هو مثلا 8، ادي 5 6 7 8، تمانية في اول 24 ساعة سيرم بلوروبين 8. اللي بعده يكون 9، واللي بعده 11 في اول 24 ساعة. لو كان الطفل معتمد على الديسيشنال ايج، لو كان فول تيرم و11 هنسميه عنده لوور ريسك. لو كان فول تيرم وعنده ريسك فاكتور نسميه ميديوم ريسك. ده الفوت ثيرابي، ده جهاز الفوت ثيرابي و يعني اساسياته للي ما شافوش قبل كده. انا طبعا جايبه عشان اوريه للناس اللي ما شافوش جهاز الفوت ثيرابي. ادي ده تريبل، تريبل يعني ايه؟ يعني ادي واحد وادي الثاني وفي واحد ثالث على الحضانه على الطفل. مهم جدا لما اعرض الطفل للفوتوثيرابي ان انا اغمي عينيه او احط باندج على العين عشان الضوء ما ياثرش على الريتنا بتاعه الطفل. ده بتاع الاكسشينج ترانسفيوجن وبرضه هاو تو يوز ات. هنا علاقة البيرث ويت، علاقة البيرث ويت بالسيرم بلوروبين. كل ما يكون الطفل فول تيرم كل ما يتحمل بلوروبين عالي شوية، كل ما يبقى فول تيرم كل ما يبقى الليفل بتاع الاكسشينج او الليفل بتاع الفوت سيرم يبقى اعلى شوية، والعكس صحيح. ودي السجستد فوت ثيرابي اللي احنا كنا قلنا عليها في الجدول السابق، انا بس جايبه عشان تبقوا عارفين او فاميليار بيه. الكومبليكيشن